يا حمزه ولد خالك السلام عليكم حتى وانا اخوان اسمع لكم فيديو من سوق سيد حنيس سيد حجاج تاريخ راجل زين الله يحفظك 1/7/2011 هذيك راه تاهو راجل مجتهد وزيتو كدير مزيان هانيه درتي شي دوره في السوق كدير الثمن كاين السوق غالي شويه ياك زيد شويه الثمن اليوم هاد السيمانه كلها داير الثمن ياك اه مع الحدره ما كاينش اللي بغاها ولي هاد السيمانه من الثلاثه لهنا كاين شويه الثمن وكاين الرواج يعني راح بعمرات راح بعمرات وكاين الثمن شحال شحال عاطين 86 4300 بالنسبه للسنم اخويا وما تنساوش ابوني وجيب ضروري ابوني وجيب ما واش في المغرب سوق انا اسواق الماشيه في المغرب ماشي مشكله الزيت الله يسلمك الله يحفظك الله يحفظك تبارك الله المهم 86 تبارك الله اخوان مليح وكيت الثمن كاين ها تحاول كيدير شوف حاولي كيدير واخا دابا حنا جايين حاولينا تبارك الله انت عود خالي انت صاحبي اه والله يسخر شتي حاولي كيدير؟ اي مليح جربك ثاني هاك تبارك الله واخا راه تيجرني انا زيتوني غنك تقاتل معاه هذا صافي شنو قلتي الماكله ولا شنو واكل بالمعقول عارف مغربي مع الفينو بحال الجلبانه والشعير وهذاك الشيء واكل طحرو سبحان الله كان سمي عليه وسير كان عليه وسير هذا اخو ثاني هذا تبارك الله انا ملاح ما عندوش هضره 86 جمله وما عطاكش واحد في الرادي ما عطا لا ما عطاوش في الفراد ما عطاوكش في الفراد يا احمد لا كنطلبوا 110 في الفراد ما يسخر اخويا اللي راه غنم ماشي راه ماشي راه غنم هذه وقع لي راه السوق لا راه كاين غنم في كاين المليح داخل كاين يستحمل هاني بخير راه تاهما مزيان الله يحفظك شوفوا من راس السوق في المليح في المليح الله يحفظك تبارك الله ما شفتش صوره هنا الله يسخر لك الله يجيب انت سير اخوان ياك الله يحفظك يا احمد شريف شد شد حولي شد شد تبارك الله كدير السنم والثمن واحد يلا اكثر وواحد سنة الحليب سنة الحليب اثنين ثمن السامعين ثمن عطونا فيه 150 بجوج 150 مرقد منين؟ 65 60 مرقد منين؟ مرقد هنا قريبة من ابراهيم من ابراهيم ولا تشبان اللهم يسر انتم يا اخوان 75 اللي عاطينه في واحد الله يجبلي تفضلوا مع الباب اخوان كاين الزحام كدير انا احمد تقريبا مزيان مليح مليح تبارك الله ونقايا ولا زين بقينا خير فيه يا والله يسير اللهم بارك كدير السمنه والثمن شنو الحليب شنو الحليب فعلا اخوان الثمن الثمن كنطلبوا ب 85 شنو عاطين اللي عاطين واخدين واحد 76 76 هاد باش واخدو اخوان 3800 ديال الدرهم باش واخدو باغي فيه شويه الربح هادشي اللي كاين سنا الحليب شدو عليه مزيان المهم اخوان مزيان وصردي غادي صردي شوف هاد حتى نشوفو مزيان المهم اخوان غادي نحاولوا نعطيوكم هنايا اخبار شويه غادي نزيد مويه شويه غادي ندوزو المهم غادي نحاولوا نعطيكم السوق كامل صغير مويه كبير حتى الحوليات هي نجيبوها لكم ان شاء الله خلونا لي لايك وتبارك الله عليكم ونهاركم مبروك انتم الشهداء 76 باش واخدو باغي فيه شويه الربح الله يسخر عاود عمي 58 اللي عاطينا عاطينا 2900 كبير السن كبير السن ها؟ 2900 في الدرن 2900 اخوان الله يبارك اكيد تبع اخوان انتم كنتم تشوفوا 85 شحال بس دار زين 63 63 3150 ديال الدرهم السنة ايوا خويا 2 سنة الحليب 2 سنة الحليب خرج خرج الراجل سير 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 خرج الراجل ترى اللي نرى اللي نرى نسيت حسب ما عطينا فلوس سير هاك تبورد ياك تبارك الله
مزيان الحاج ما عندش جر خرج خرج من هنا كاين ضيق تسو السينا في اخوان باش مشات جمله صافي يا اخي نيوسنا الحمد لله جلاله يا حميد كيداير السوق اليوم السوق عيان اخويا ياك تسو السينا عيان والله المراه عاطينا 80 فريد ياك اي عاطينا 80 فريد قلب ريحه خطا تبارك الله يا اخوان يا زوينه صراحه ما نعاودوش عليها الهضره 63 باش مشات الله يسخر مولاها ما جبتيش جواد ثمان جواد شنو عاد؟ ساد غني عاطينا 64 3000 و 100 كدير السنه جواد كدير السنه كاين الثمن لا السنه مسنه السنه كل من الحليب كل شيء ثمن الثمن كاين هذه ما اختلفوش عليها السلعه داخله اليوم بزاف كاين الزحام بزاف مرحبا اخوان هادشي اللي كاين مازال غادي نجيبو لكم ان شاء الله الفرادي ما تبعدوش مازال غنجيبو لكم الفرادي ان شاء الله المهم هادو 64 مازال غادي نجيبو لكم الصغير شويه المويه والصغير حتى هو الخروف الصغير ان شاء الله اللهم يسر نتمنوا الخير لجميع الاخوان المهم تحيه لكم وخليو لنا اللايك وبارطاجيو معنا الفيديو تبارك الله عليكم نهاركم مبروك هذا اخوان واحد الصديق والاخ غادي بيه العيد ان شاء الله كبير سن اخويا سنتني الثمن شحال ديت الثمن شحال ديت كاين 70 3500 ديال الدرهم عنده قول لي كي داير الثمن كي جاك الثمن في السوق دابا راك كتهضر مع الناس مباشره الناس اللي غادي تشري تاهي العيد مقبله باش تشري الثمن الثمن اخويا مزيان مناسب الثمن مناسب بحال هذا 70 بالنسبه للناس الدراويش كاين 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 نحاول الخروف ديالهم كاين الشيدرتي كاين اثمنه من الناس شاري كاين كله كيتقدى على كل شيء ديالو كاين يعني كل شيء ان شاء الله غيتقدى كل شيء ان شاء الله صافي هذا الشيء اللي كاين كل شيء تقدى المهم 3500 ديال الدرهم اخوان الله يسخر الله يلا جبك تيسير خويا تبارك الله عليك الثمن ديال البدريين اخويا 34 اخويا عطينا 1700 درهم هادو ديال العيد واجدين فايت نص الشهر اه فايت نص الشهر عطينا ب 34 حابين الوالدين اه 1700 ديال الدرهم 34 الف كي داير السوق اليوم 15 البيع والشراء كاين شويه دخلت دخل السلعه اليوم دخل السلعه دخل السلعه الثمن راه كاينه اخوان المهم هادي 34 ديال الدراوش هادي اخوان شويه شويه وصافي اليوم ناقصه 5000 ريال ناقصه 5000 الحول ياك اليوم هما قال لك ناقصه 5000 على السيمانه اللي فاتت الله يحفظك كنشكروك اخويا الله يجيبك تيسير ربي ان شاء الله الله يسخر 34000 كي دايره في السنه الثمن اخويا الثمن السامعي الله يرضي عليك الثمن اخويا كنقولوا 50 كتقول 50 اللي ثابت فين الله يجازيك 46 صار 2300 عطينا ريما اخوان مازال ما تافوش كيقولوا والله خمس منين المرقد ديالهم؟ المرقد ديالهم سيدي حشي من سيدي حجاج ولا دمراح خويا الله يجيب تيسير الله يجيب تيسير كيدير السوق اليوم في الثمن واش بصح ناقص شويه الثمن؟ ناقص اخويا شحال تقل؟ ناقص من 4000 ناقص 4000 3000 الله يجيبك تيسير خويا تبارك الله عليك اللهم يسر يا خويا السنة والثمن واخا شوف قولي كي داير السنة والثمن ثلاث سنتين سنين الحليب وكاينة الثنية الثمن اش عاطينا 57 57 جملة عاطينا جملة عاطينا لينا 18 بهيمة 18 بهيمة 18 57000 يعطيني فوق كيك تعالى على الدماغ يلقاك دماغي دماغي مسكين دماغي
57,000 إخوان جملة وسخة 2850 أي 2850 ديال الدرهم أذكر أحمد الغلم جاي خي صلاة مرحبا فين أخو حي الله يحفظك مرحبا الغلم كنجي لديما لا أنتم اللي لا ما كنجيش ليه ما كنعمرش فينها مرة مرة كيف السوق؟ السوق اليوم الغلم شوية من نفسه لا يسخر لي مزيان السوق والله تبيخي شوية لما كاين لما كاين بس نتمنى ما كاين لا غلا لا ما كاين كنت تبغي يا اخي والله القاسم والله تبغي كل شيء عيد كل شيء ياكل المهم ولد عمي واصلين 6 شهور هذا ديال العيد شي وحدين واصلين شي وحدين لبن هذا بحال هذا ياه هذا تاهو جوج هذوك واصلين نعم قول لي بالنسبه للثمن هذا واش عاطين واش عاطين بالثمن كل شيء 32 كم طلبوا ما عطاوش 32 ما عطاوش 1600 درهم طلبوا ما عطاوش اللي ثابته فيه باش 28400 ديال الدرهم قالوا لي السوق اليوم راجع شويه واش هذا الهضره كاينه راجع شويه السوق الله يسخر الاخوان انتم تشوفوا السوق شويه راجع الثمن شويه نازل شحال قالوا لي ناقصه 200 درهم 150 حتى 5000 ريال بصح كاين الله يسخر الله يسخر الله يجيبكم التيسير تاعكم كيداير السنه والثمن سنان الحليب اخويا عطونا 50000 عطينا الثمن الحقيقي 50000 الحقيقي ثابته هذا شحال هذا مليح بدري 50000 انا صاحبنا كيقول 50 عاقلين بدري ولي ولكن في بنت شاكي هذا هو لكم هذا دير 31 يقول 2500 هذا 31 1550 ديال الدرهم الله يسخر جميل كبير السنة شحال عاطيني سنة واش نعاطينا الثمن هذاك انا سنة الحليب يلاه كيكثر ولا دليل هذا خويا 124 62 في الواحد هذا الشيء اللي كيقول 62 في الواحد الاخوان اللي كيقول من 60000 3100 درهم في الواحد هادي عاطينا لك ولا باغيها؟ لا عطاولك 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 سلكوك في 30 خدمة بس خير لي الفون قدر نصوروا ولا صار يلا هاي اخوانا دو عاطينا بحير 500 جرسة بس ثلاثة عاطينا بحير 500 جرسة خذ الريال شنو الحليب اخو؟ شنو الحليب؟ الله يسخر 1500 اللي عاطي الله يسخر لي 30000 هذيك واحد كيف السنة واش عاطينا؟ سنان الحليب عاطينا 45 سنان الحليب عاطينا 45 2250 ديال الدرهم 2250 ديال الدرهم هذا شنو عاطينا 45 تا هو 45 في القاديه انا غادي قسمي دابا باش نفرش اسواق الماشيه بالمغرب ها اسواق الماشيه بالمغرب الله يسخر ليكم لي جبتي السيد كي داير السوق اليوم زيد ناقص لا ناقص اليوم صافي زيك 45 الواحد زوج يعني 90000 دينار الثمن اش عاطينا؟ عطونا 100 وجوج 100 وجوج بحال 51 في الواحد بالنسبة لي 51 سن السن ديالهم كي داير السن؟ تنين تنين واحد وخمسين في الواحد عاطينا محمد يا الله يسخر لك تفضل تفضل غير بغيت نقول لك المشكل ما تبان ما والو 51 ساعة ولا راه كندور انا 102 2 ولكن كان سنة شحال عاطين؟ 37 17 اخوان 850 ديال الدرهم في الوحدة 850 هذا تقدر تقول لي شحال تساوي؟
نعم ثمن هذا؟ اه وانا فيه 41 41 فلا 20 ونص الوحده اللي كيطلب 20500 في الوحده اكيد السوق تاع الحوليه الثمن بالنسبه للثمن الثمن هو هذا الثمن مزيان مزيان ما غالي واش بعد واش ويا راه دراوش غالي يعني دراوش غالي يعني ها غالي يعني بالنسبه للدراوش غالي يعني دراوش غالي يعني الله يحمك الوالدين على الدم الله يجازيك بخير نتمنى ان شاء الله تبيع عند الباقي اللهم يسر أعطيه الثمن ديالي الثمن ديالي مكتوب فيه الصاربي 23 في الوحدة كيف 1150 ديال الدرهم في الوحدة قد قد أوديس 1150 في الوحدة كيف هذه عندك تسمى هذه أخويا اللي كنقول أنا أعطوني فيها 12 رمية لك قول لي فريش حقيقة والله إلا عطوني 12 رمية قلت لهم 27 ما نكذب ما والو هي دارة او دار اي هذا الدرع صغير راه دار هذا الشيء ايوا الشيء اللي عطى الله هذا هو الخميس ديال لاكار ديال سيدي حجاج درهم ما دياش فيه وخضر فيه وجهي الله يعاونك الله معاك زورك الله ايوا الشيء 47 خلي كان عندك شي مول طالعين عاد اه تحسكت يا خويا شي مول الله يجازيك شي مول عارف خلي مازال اخوان غادي مازال غنزيدو كل شويه بس غير لا كان اخوان هذه السلعه الجعديه كدير السنه وثمن الثمن ديالك ثمن مناسب الثمن ديال الجعديه مناسب واخا عطينا السنه كي دايره السن السن كاين ثني كاين ثني الحليب كاين الرباعي ما كاينش لا الرباعي لا ثني سنه الحليب عطينا الثمن الثمن 45 عندنا هنا اخوان لقينا عندك كيداير عندكم السوق في ابي الجعد سوق مزيان اثمنه بحال هكا كله والله هذاك الشيء مولا العياد ولا الكسل ولا العياد ولا الكسل راه السوق عندكم شحال كيدير راه السوق راه كاين 80 ولكن شي حاجه خيالي شي حاجه خيال راه 500 درهم 5000 المهم راه السوق 5000 واثمنه مناش كتبدا عندكم 30 العياد يعيد 30 لا 30 ما تعيد الحوليه شحال دايره معاك الحوليه 30 المهم هذه 45 جمله 45 شدوا عليه مزيان اخوان بينهم ليكم لقينا هنا اخوان ديال السلعه الجعديه لقينا هنا في خميس تاع ولاد لا ما كاينش مشكله غلط هاني غلط والد انتم اخوان ديال 45 عاطين راك اثمنا عندهم تما شويه والله يسخر الله يسخر هذا كيقول 43 واش تزرع يكون 7 تقول لنا 56 اه ما كرهتش صافي بخير سيدي سير محسن بحال هكا صاحبي ما مشراكش حتى هادشي ما تديش الله يسخر عليك اغلى مليحه في هذه ولاد النهار ومولا اللي كان شريتها هو اغلى مليحه اغلى مليحه والثمن راه ناقص شويه راه ماشي اليوم اللي قال لي انا اه انت اخويا ناقص ما عمري من الدار تقريبا طايحه في البياسه اللي كان شريتها طايحه 300 درهم في البياسه الله يسخر الله يسخر الله يسخر 46 400 باش خلاص وانا نتوما ما كاين هنا لا عيب لا والو لا لا الله يسخر شحال العجل؟ عطينا الثمن 72 باش خدنا 72 عطاوك 100 درهم واخذنا 72 بيناتهم يعني 36 في الواحد هذا بحال عطينا 37 واحد انتما يقول لي السلعه والله يسخر لك لا جبتي سعريتي